اهلا وريضاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. يوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مقسم على جوج مراحل. المرحله الاولى هي غادي نتقاسم معكم واحد المشتريات، والمرحله الثانيه هي غادي نوجد معكم واحد لي بات، واحد النوع ديال لي بات لي هارموني بواحد الطريقه زوينه بزاف، بصدر ديال الدجاج ولي شامبينيون ولا صوص صوجا. خليكم معايا ما تمشيو فين. اول حاجه، اللي اول مره كيشاهد القناه ما ينساش بطبيعه الحال تكون عاجبه القناه وعاجبه المحتوى، ما ينساش يهبط لتحت يتابونا ويدير زر الجرس باش يتوصل باي جديد. ما تنساونيش البنات لي لايك لي كومونتير الا كان عاجبكم الفيديو بطبيعه الحال. يلا غادي نبداو اول حاجه في المشتريات. اول حاجه هو هذا جيل باش كنغسلوا الوجه ديالنا ديال نيفيا في الصباح وفي الليل. بالنسبه لبنات نيفيا راها ماركه معروفه، يعني ماشي انا اللي ما غاديش نحتاج انا نجي نعرفكم بها يا البنات، اسمحوا لي الكاميرا كتحرك. المهم ما غاديش نجي، ماشي انا اللي غادي نجي عاد نعرفكم بنيفيا، راها ماركه معروفه. بالنسبه للبنات هاد المشتريات اللي غادي نوريكم كاملين، الا بغيتوا تعرفوا لمن غادي نعطيهم او شكون اللي غادي ياخذهم، دوزو عندي الانستغرام ديالي اللي هو فاطمة الزهرة تمازيغت بنفس السمية اللي مكتوبة عندي في القناة، وحتى بالنسبة للصورة راها نفس الصورة اللي عندي في القناة. المهم نرجعو للمشتريات. هاد الغسول هذا زوين بزاف البنات، هاد الشي كامل اللي غادي نوريكم في هاد المنتوجات هادو راني مجرباهم وعاد شريتهم، يعني عاد شريتهم غتكتشفوا لمن في الانستغرام. المهم هاد المنتجات كاملين رانا فايت مجرباهم، راهم زوينين وماشي كنشكرهم لكم ولكن فعلا زوينين. المهم نرجع لكم عاوتاني نقول لكم عاوتاني هاد المهم، ها هو جيل ديال الغسيل ديال الوجه، زوين بزاف كينقي الوجه. وجوج مرات في النهار كافيه، في الصباح وفي الليل. ثاني حاجه اللي راكم شفتوها معايا في بزاف ديال الفيديوهات كنستعملها هو هاد القماش، حتى هو من نفس الماركه، ماشي غنقول لكم واعر، راه زوين وشفتوني، يعني شفتوني درتو ماشي مره ماشي جوج. بالنسبه للبنات دابا حنا في الفصل ديال الخريف، في الفصل ديال الشتاء، هذه هي الوقيته المناسبه البنات اللي غادي نعتنيو فيها بالبشره ديالنا، يعني من ناحيه لي ماسك من ناحيه القماش. بالنسبه للقماش مره واحده في الاسبوع كافيه، ما نكثروش على البشره ديالنا. بالنسبه لي ماسك جوج مرات ثلاثه المرات على حسب النوعيه ديال الماسك اللي غادي نستعملو. ما نبقاوش نتناول البنات حتى يقرب الصيف تبقى 15 يوم ولا شهر عاد نبداو نتجراو ونقولوا حقا وجهنا اولا الرياضه اولا. المهم هذاك موضوع بوحدو ديال الرياضه من بعد غادي نهضروا فيه، يعني ديال انقاص الوزن. دابا غادي نهضروا غير على العنايه بالوجه، يعني ماشي كنتسناو حتى ديك الوقيته فاش كيقرب الصيف عاد كنبقاو نتجراو ونعتنيو بوجهنا. اولا في الصيف راه الصيف راكم عارفين الشمس البحر كتكون العطله، ما كيبقاش عندنا الوقت فين نعتنيو بالوجه ديالنا. ماشي كنقول لكم ما تعتنيوش في الصيف، اعتنيو بالبشره ديالكم صيف وشتا، ولكن في وقت الشتا وفي وقت الخريف اكثر اكثر اكثر، حيت البشره واخا كتكون دهنيه في وقت البرد راه كتنشف، فما بالك بالناس اللي عندهم البشره ناشفه. المهم نقول لكم عاوتاني المهم، انا راه المهم صافي لصقاتني. القماش خطير مره واحده في الاسبوع كافي، وكنعاود نقولها لكم دوزو عندي الانستغرام ديالي اللي هو فاطمة زهرة تمازيغت باش تفهموا هاد المنتجات اولا باش تعرفوا اولا باش تكتشفوا هاد المنتجات شكون اللي غادي ياخذهم. هنا عندي هاد الحليب هذا باش كنمسح الوجه ديالي من الماكياج، سواء بالنسبه هو كيدار للعينين وحتى بالنسبه للوجه، يعني الفون دو تان ماكياج الكحل كلشي كيحيدو. زوين بزاف راه ماشي كنشكروا لكم، ولكن حيت فايت مستعمله ها هو الريحه ديالو زوينه ما بيهاش، يعني مقبوله وكيمسح الماكياج، كيمسح الماكياج ماشي ما كيمسح. راه ماشي كنشكر لكم البنات حيت انا اللي شارياهم، ولا حيت غتكتشفوا معايا في الانستغرام هاد المنتجات لاش بغيتهم، لا حيت فعلا خديت حاجه اللي انا مستعملها، ما يمكنش نعطي شي واحد شي حاجه انا ما استعملتهاش اولا ما مجرباش اولا ما عارفاهاش. هنا كريم ديال النهار من نفس الماركه يا البنات، فيه حمايه من الشمس او واقي من الشمس داخل فيه،
زوين كيرطب الوجه كيف ما قلت لكم. الترطيب ترطيب مهم مهم جدا، خصوصا في وقت البرد او وقت الشتاء اللي البشره ديالنا كتنشف، وكان حتى الناس اللي كتبدا تقشر ليهم البشره ديالهم، وانا من داك النوع اللي البشره ديالي كتبدا تقشر ليا الا ما رطبتهاش في وقت البرد، مع العلم ان البشره ديالي راها دهنيه 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 خصوصا في الصيف. ها هو باش نرطبوا الوجه ديالنا في بالنهار، يعني الترطيب اليومي ديال النهار. وكاين البنات هذا الكريم هذا اللي هو الترطيب الليلي، حتى هو من نفس الماركه وراه باقي عندي بحاله، مازال محطوط، راه غادي يكون بان لكم في الفيديوهات اللي تنصور في الحمام، راه مازال كنستعمله، حتى هو زوين كيرطب كيخلي البشره رطبه. ملي كتفيقي في الصباح يعني ما كتلقايش الوجه ديالك مزيت وعامر بالدهون ولا، وانما كتلقاي البشره ديالك رطبه يعني، وكتكون استفدت من هذا الكريم هذا. واخر حاجه اللي هي سادس منتوج هو هذا بيبي كريم. بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش يديروا الفون دو تان بحالي انا، ما كنستحملش الفون دو تان، يعني قليل 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 فاش كندير فون دو تان. حتى بيبي كريم ما كنستعملوش بزاف، ولكن ملي كنكون معروضه ولا عندي شي مناسبه ولا كنبغي ندير، ما كنديرش الفون دو تان، كندير بيبي كريم. ها هو حتى هو زوين بزاف، كيكون خفيف، يعني خفيف على البشره، يعني ملي كديريه ماشي بحال ملي كتكوني دايره الفون دو تان كيكون طبقه غليظه، هذا لا بحال راكي دايره شي كريم وصافي. بطبيعه الحال قبل ما تستعملي البيبي كريم كيخصك ديري تكوني غاسله وجهك بطبيعه الحال ودايره المرطب اليومي ديالك. ها هو راه قلت لكم داخل فيه الحمايه من الشمس، يعني فهاد الوقيته ما تحتاجيش ديري ليكرون فوق هذا، ولكن في الصيف الا درتي هذا ضروري خصك ديري ليكرون، حيت كتكون الشمس مجهده بزاف. ومن موراها كديري بيبي كريم ديالك، وها شويه ديال الكحل شويه ديال الماسكارا فغاجو، وهانتي واجده للخدمه اولا المهم عندك خريجه اي حاجه. هو هذا بيبي كريم. كنتمنى هاد المنتجات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كيف قلت لكم باش تعرفوا هاد المنتجات غيكونوا في النصيب ديال من دوزوا عندي الانستغرام ديالي اللي هو فاطمة زهرة تمازيغت، نفس السميه اللي في القناه ونفس التصويره اللي كاينه في القناه. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال راه باقي لكم على اللي هي لي بات، ما تنساوهاش. البنات هنا غادي نوجد العشيوه ديالي، واخا يبان لكم النهار يعني راه غير حيت يعني باقي الحال، يلا العشيه هذه غادي ندير هاد لي بات هادو ديال الهارموني، زوينين بزاف كيعجبوني. غادي نسلقهم شويه في الماء مع الملحه. هنا راني دايره البصله مقطعاها طويله، يعني سيوره، كاين اللي كيسميها سيوره. وعندي هنا فلفله خضراء صغيره وفلفله حمراء صغيره. غادي نضيفهم على هاد البصله راني درت ليها شويه ديال الزيت البلديه مع شويه ديال الزبده ومليحه. غادي ما درتش الماء البنات، يعني بغيتها تشحر ليا مزيان، ودابا ملي ضفت الفلفله غادي تطلق داك الماء ديالها. دايرهم على عافيه مهيله، وغادي ندير معها لي شامبينيون. ها هما البنات غنوريكم لي شامبينيون كيفاش كنحتفظ عليهم. ها هما دابا هادو راه 3 سيمانات هما عندي، كندير ليهم هكا هاد البلاستيك الغذائي، وكندير ليهم داك الورق اللي كنشفو به ورق المطبخ. ها هما شفتوهم، يعني راه 3 الاسابيع هادو 20 يوم وراه باقي زوينين، ما كيخسروش دغيا، يعني كتقدروا تستافدوا بهم حتى شهر. داكشي اللي كندير انا كنجيب كميه كبيره وكندير لها الطريقه، كتبقى عندي تقريبا 20 يوم 25 يوم كنبقى نستعملهم ما عرفتش مالك اليوم مزاقل ما شبعش نعاس. المهم البنات انا غادي نقطع هاد لي شامبينيون غنغسلهم ونقطعهم ونسلق لي با، وغادي نرجع معكم. هنا عندي واحد لاصو كطيب في الكوكو، هاد الكوكو راه فيها الغدا تغدينا بها هادي. بالنسبه للبصله والفلفله ها هي راه طاحت، يعني صافي
قربت طيب. ها هي راه دايره لها كي قلت لكم غير الملحه. دابا غادي ناخذ صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغير، ورين غادي نضيفو، وغادي نضيف شويه ديال التبش كيعطي واحد النسمه زوينه. غادي نضيف شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال الحار. الحار كيبقى اختياري، يعني اللي تيبغي الحار يضيفو، اللي ما تيبغيش بلاش. انا كيعجبني كتعجبني هاد النسمه ديال الحار، كتجي زوينه. غادي نخلي دابا هاد الدجاج حتى يدي يطيب ليا شويه، يعني حتى يتبدل اللون ديالو يولي ابيض. عاد باش غادي نضيف لي شامبينيون، ها هما قطعتهم هنايا، قطعتهم شرائح بحال هكا، ها هما. عاد باش غادي نضيفهم. بالنسبه للكوكوطات البنات، راه الماكينه ديال الماء هي اللي ردات ليا الكوكوطات بجوج، وحتى الكسكاس البرمه والكسكاس حتى هما رداتهم بحالكم، وبقى عندهم حتى شي لون. صافي لي بات ديالي ها هي، صافي يعتبر تسلقات، حيت غادي تسلق غير نص سلقه. صافي غادي نغطي على هاد الدجاج ديالي والبصله والفلفله حتى يتبدل ليا اللون ديال الدجاج. عاد باش غادي نضيف لي شامبينيون. خليكم معايا باش تشوفوا يعني المرحله الاخيره او ما قبل الاخيره. نضفت لي شامبينيون وخليتهم واحد 4 دقائق، حيت لي شامبينيون ساهلين باش يطيبوا. صافي هانتوما كي كتشوفوا البصله والفلفله والدجاج لي شامبينيون، صافي راه طابوا. كنضيف عليهم واحد شويه ديال لاصوص صوجا، كنحركهم. هنا غتبان لكم الكوكوط الثانيه رجعات، غتقولوا مال الكوكوط كتنقص، حيت الشوربه ديالي ها هي مازال ما طابتش ليا مزيان، رجعتها. طيب هنا درت الشوربه البيضاء، يعني فيها كلشي كلشي بيض. صافي هنا غادي ناخذ لي بار ديالي، غادي نضيفهم. غادي نحرك كلشي صافي، وغادي نطفي عليها، حيت اصلا لي بات راهم تسلقوا وما بغيتهمش يتعجنوا ليا دابا، حيت مازال ما غاديش نتعشاو، يعني مازال واحد ساعتين كما قالنا ان شاء الله بحال هكا. عاد عاد باش غادي نتعشاو. فلهذا غادي نطفي عليها حتى نبغي ناكل ان شاء الله، وديك الساعه غادي نسخنها. شوفوا كيفاش غادي تجي، راه ان شاء الله ملي غادي نديرها في طبق التقديم غادي نوريها لكم، كتجي زوينه بزاف ولذيذه، لذيذه ما غتشبعوش منها، حتى الوليدات غادي تعجبهم. صافي دابا غادي نغطي عليها وغادي نطفي حتى نبغي نتعشى ان شاء الله، وغادي نسخنها. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، كنقدم لكم الطبق ديالي. تقدروا ديروه في اطباق منفرده، انا درته في طبق واحد، يعني كلشي ياكل. كنتمنى لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وهنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم باي باي، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.